بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة بالتأكيد هنتابع فيها آخر المستجدات وخلاص كواليس السفر، سفر بعثة فريق النادي الأهلي إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. المباراة المقرر إقامتها إن شاء الله يوم السبت القادم الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة يكون فيها كواليس وتفاصيل واستعدادات خاصة لسفر بعثة فريق النادي الأهلي، وعندنا كواليس متعلقة أيضا كمان باستعدادات الترجي وإمكانية حضور الجمهور في هذه المباراة. إن شاء الله بإذن الله على مدار الحلقة يكون فيها تفاؤل كبير جدا، لأن بإذن الله هناك ثقة كبيرة جدا لبطل إفريقيا النادي الأهلي اللي بيسعى للدفاع عن حملة اللقب الإفريقي إن شاء الله في هذه المباراة الكبيرة اللي بالتأكيد الكل هيتابعها، وهي محل اهتمام كل قيادات الاتحاد الإفريقي خلال الفترة القادمة. الأهلي 9 ألقاب، الترجي 4 ألقاب، وبالتالي مباراة إذا اتكلمت عنها أو قلت عناوينها مباراة بتعبر عن قيمة المباراة، وهي بالتأكيد نهائي مبكر لأكبر فريقين في القارة الإفريقية على المستوى الجماهيري وأيضا على مستوى البطولات والانتصارات في الفترات الأخيرة. نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال إلى جمهور النادي الأهلي العظيم في كل مكان. وجه رسالتك للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة الترجي في رادس من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. هنستعرض أكبر قدر من الآراء وبالتأكيد رسائل كلها إيجابية ورسائل معنوية لفريق النادي الأهلي وهو النهاردة بيتجه إلى رادس واستعدادا لهذه المواجهة الكبيرة جدا. لكن نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، بعثة الأهلي تطير لتونس. كمان في ترند الأهلي، السلطات التونسية توافق على حضور 5000 مشجع في رادس. وفي الترند العالمي، العالم يحتفل بعيد ميلاد صلاح 29. محمد صلاح النجم العالمي كل سنة وهو طيب إن شاء الله، يعني خلال السنوات القادمة كمان يستمر في المسيرة القوية اللي بيأديها سواء مع منتخبنا الوطني أو حتى مع نادي ليفربول الإنجليزي. لكن النهاردة في استعراض للعديد من المباريات. اليورو بالتأكيد بدأ خلال الأسبوع الماضي، لكن الدوري المصري عاد من جديد بعد نهاية فترة الأجندة الدولية. النهاردة في مبارتين في الدوري المصري، مباراة الساعة 7 هتجمع فريق الإنتاج الحربي مع طرائع الجيش، وبالتأكيد هي مباراة مهمة جدا للطرفين. الإنتاج الحربي بيسعى قدر الإمكان للفوز وإحراز أي نقاط للابتعاد عن شرح الهبوط. أيضا في نفس التوقيت بيراميدز هيواجه سموحة الساعة 7 أيضا، وهي المباراة الأخيرة لبيراميدز قبل السفر إلى المغرب، أو بالتأكيد قبل قصد الاستعداد لمباراة الرجاء المغربي، المباراة اللي بالتأكيد هتكون لقاء الذهاب يوم الأحد القادم. لكن بالنسبة لليورو، النهاردة مباريات المجموعة الأخيرة في بطولة اليورو، وبالتأكيد هي أقوى المنافسات وأقوى المجموعات. المجر الساعة 6 بعد الحلقة مباشرة، المجر في مواجهة مع البرتغال، والساعة 9 بطل العالم فرنسا في مواجهة ألمانيا، مباراة كبيرة جدا بين فرنسا وألمانيا، بالتأكيد الكل هيكون حريص على متابعتها الساعة 9 مساء. مباراة قوية، مباراة صعبة، وهذه المجموعة وصفت من خلال آراء كل المحللين أنها مجموعة الموت في بطولة اليورو خلال هذا العام. لكن بالتأكيد وأنا بختم هذه الفقرة وفقرة المقدمة في برنامج الترند، لازم أتوجه بخالص التعازي للكابتن أحمد شوبير، كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي والإعلامي القدير، في وفاة شقيقه المحاسب عصام شوبير، عضو مجلس إدارة نادي طنطا وأحد العلامات البارزة في الرياضة المصرية وبتحديدا في محافظة الغربية مع نادي طنطا الرياضي. مجلس إدارة النادي الأهلي وطبعا كل القيادات في النادي الأهلي توجهوا بخالص التعازي للكابتن أحمد شوبير في وفاة شقيقه المحاسب عصام شوبير. يتغمد الفقيد يا رب بإذن الله برحمته ويسكنه فسيح جناته، وخالص التعازي للكابتن أحمد شوبير طبعا الإعلامي القدير وكابتن مصر وكابتن النادي الأهلي، وربنا يجعلها يا رب آخر الأحزان. زي ما انتم شايفين على الشاشة طبعا دي مراسم الجنازة النهاردة في طنطا، كان طبعا في مسجد السيد النبوي بالتأكيد، السيد البدوي بالتأكيد في محافظة الغربية، وطبعا كانت صلاة الجنازة النهاردة عقب صلاة الظهر. وشايفين طبعا الكابتن أحمد شوبير وكل القيادات الرياضية وكل الإعلاميين الرياضيين وكل الأوساط الرياضية كانت موجودة النهاردة بالتأكيد في هذا في جنازة المحاسب عصام شوبير، وخالص التعازي للكابتن أحمد شوبير كابتن مصر وكابتن النادي الأهلي. طيب أخرج إلى فاصل
وبعد الفاصل لسه عندنا تفاصيل اكتر في حلقه الترند. والنهارده الحلقه مليئه بالكواليس والتفاصيل المهمه جدا، وبالتاكيد جمهور النادي الاهلي عايز يعرف شويه تفاصيل متعلقه بمباراه يوم السبت القادم. بعد الفاصل لسه متواصلين مع حضراتكم. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. طيب، الكل كان بيتابع على مدار اسبوع من اول احنا ما طلعنا يوم الثلاث الماضي، وقلنا ان هناك اتجاه كبير جدا لحضور الجمهور في مباراة الترجي والأهلي يوم السبت 19 يونيو على ملعب رادس. وقتها طلعت في نفس التوقيت زي النهاردة من أسبوع وقلت الكلام ده يا جماعة عبارة عن معلومات مش توقعات، لأن الكل كان متوقع أن المباراة بدون جمهور، لأن كان في تحذير من لجنة الانضباط أن مفيش جمهور يدخل في مباريات الترجي القادمة. وشرحت وقتها وفي اليوم التالي الإجراء اللي ممكن يتخذ عشان الجمهور يحضر تجنبا للتحذير اللي اتبعت من لجنة الانضباط، وكان الترجي مصر وبيحاول قدر الامكان يحضر جمهور في الماتش اللي جاي، لان في تحذير قوي لو دخلت اي اعداد دون موافقه السلطات الصحيه في تونس ودون موافقه الكاف هتكون في مشكله كبيره. عشان كده الترجي اتحرك عشان يكون في جمهور في مباراه يوم السبت القادم. وبالفعل الوقت اللي انا اتكلمت فيه يوم الثلاث اللي فات قلت قبل اسبوع بالظبط هيطلع القرار الرسمي، وبالفعل النهارده الثلاث خرج القرار الرسمي. ايه القرار الرسمي اللي صدر عشان الناس برضو تبقى فاهمه ايه التفاصيل اللي هتحصل في مسألة حضور الجمهور في مباراة الترجي والأهلي؟ الكلام الرسمي اللي خرج من تونس حتى هذه اللحظة 5000 مشجع فقط في ملعب رادس. لكن إيه هي الشروط؟ إيه هي الإجراءات؟ أنا بكلمكم بشكل رسمي، إيه هي الإجراءات وإيه هي الشروط؟ حتى هذه اللحظة لم ينتهي الاجتماع لبعض الأطراف المتداخلة هناك في تونس، سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الصحة أو وزارة الشباب والرياضة. الاجتماع بدأ منذ حوالي الساعة 12 الظهر صباح اليوم، لكن حتى هذه اللحظه وقبل ما ابدا الحلقه بلحظات قليله وانا متابع مع المسؤولين في تونس مفيش اي قرار رسمي او شروط رسميه او اجراءات رسميه بخصوص دخول الجمهور. المعلن فقط 5000 متفرج، لكن اجراءاتهم دخولهم ازاي؟ هيحضروا فين؟ الشروط الواجب توفرها كاجراءات احترازيه لدخول ال 5000 حتى هذه اللحظه لم تعلن بشكل رسمي. ليه بقول كده؟ لان بعد ما يعلن هذا الامر بشكل رسمي هيتم توجيه خطاب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بيتم شرح فيه كل الأمور المتعلقة بدخول الجمهور 5000 متفرج، وهي النسبة المقررة اللي بيوافي عليها الكاف بالمناسبة، لأن الترجي كان طلب 12500، الكاف ما بيوافيش إلا على 10% أو فيما أقل. فبالتالي هيتم إرسال خطاب رسمي ب 5000 مشجع، وهيتم إرسال الشروط والإجراءات الاحترازية اللي هيتم اتخاذها من المسؤولين في نادي الترجي مع المسؤولين في الاتحاد التونسي لكي يحضر هذا العدد في ملعب رادس. طب هل هذا الكلام هيكون كلام نهائي؟ لا، الاتحاد الإفريقي له في النهاية سلطة اتخاذ القرار، إما بالموافقة على هذه الإجراءات وهذه الشروط وهذا العدد، أو تخفيض هذا العدد، أو رفض هذا الطلب. هي في النهاية سلطة مطلقة للاتحاد الإفريقي، بيشترط منك في البداية أنك تجيب له موافقة السلطات الصحية والموافقة الرسمية من الدولة، ثم بعد ذلك الاتحاد الإفريقي بيتابع وبيشوف الإجراءات والشروط المرسلة له من الجهات المعنية والجهات الرسمية لكي يتخذ قراره النهائي. إذا تراءى له أن الإجراءات والشروط ليست مناسبة طبقا للبروتوكول بيتم رفض الطلب، إذا لا تراءى له أن الشروط والإجراءات 5000 قد يكون العدد زيادة فبيتم تخفيض العدد. حدث ده وحصل ده في مباريات سابقة، حصل ده مع المريخ السوداني لما كان بيواجه الأهلي كان طالب حوالي 10% من ساعة ملعب الهلال في أم درمان، لكن الاتحاد الإفريقي وافق فقط على 1000 مشجع. ففي النهاية عشان الجمهور يبقى عارف اللي حصل النهاردة، الطلب 5000 وتوافق على الطلب 5000، والإجراءات والشروط لسه هنعرفها خلال الساعات اللي جاية. في النهاية القرار للاتحاد الإفريقي إما بالموافقة على 5000، لأن خدوا بالكم من نقطة مهمة كمان، لو كانت وافق على عدد أكبر من كده ما كانش هيبقى متوافق مع بروتوكول الكورونا اللي بيوافق عليه الاتحاد الإفريقي، لأن الاتحاد الإفريقي بيشترط على الأقل النسبة اللي بتخش لا تتعدى نسبة 10% من ساعة الملعب طبقا للشروط والإجراءات، يا بيوافق عليها يا إما بيقلل العدد عن كده، وده اللي هيتم خلال الساعات اللي جاية. طيب، في مصر الجمهور بيطالب يكون في مبدأ المعاملة بالمثل، والجمهور الأهلي أيضا يحضر في مباراة العودة. بعد ما تخلص مباراة الذهاب يا جماعة طبقا للإجراءات طبقا للشروط بإذن الله إن شاء الله هنشوف الفترة الجاية إيه الأفضل للنادي الأهلي خلال المباراة القادمة. لكن الأول نعدي مباراة الذهاب، وعايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا، وده رسالة الجمهور الأهلي أيا كانت الأعداد اللي بتحضر، سواء في رادس في كازابلانكا في أي مكان، الأهلي سبق ليه الفوز ببطولات إفريقية في الملاعب الإفريقية خارج مصر بحضور أكثر من 60 و70 ألف متفرج. يعني الأهلي أقصى الترجي عام 2017 في الدور الثمانية بحضور أكثر من 40 ألف متفرج في ملعب رادس، فاز على الترجي
واقتنص منه اللقب عام 2012 وسط حضور أكثر من 60 ألف متفرج. فاز على الصفاقسي 2006 في ملعب رادس وسط حضور أكثر من 60-70 ألف متفرج في ملعب رادس. فاز على الأفريقي التونسي بركلات الجزاء الترجيحية في وجود أكثر من 40-50 ألف متفرج في ملعب رادس. فبالتالي الجمهور بالنسبة لنا مش أزمة. هو كل فريق بيحاول يشوف الأمور اللي تنجحها أو الأمور العوامل اللي ممكن تساعده، لكن في النهاية أنت بطل إفريقيا، عندك لاعبين على أعلى مستوى وإن شاء الله يعملوا مباراة كبيرة. وخدوا بالكم من كمان من نقطة مهمة، أي فريق بيلاعب الأهلي قدر الإمكان بيعمل ألف حساب للأهلي. بمعنى الترجي على مدار الفترة السابقة منذ أن طبعا يعني شفنا جائحة كورونا، الدوري التونسي والمباريات الإفريقية في رادس بدون جمهور، لكن عشان قيمة الأهلي ومكانة الأهلي وصعوبة مباراته مع الأهلي بطل إفريقيا ونادي القرن، فهو حريص أن يوفر لنفسه أقصى عوامل النجاح لأنه بيلعب فريق كبير، فعشان كده كان عايز جمهور. فجمهور الأهلي ما يقلقش، الموضوع بالنسبة لنا عادي جدا، الأهلي هيروح وهيلعب، في النهاية القرار للسلطات الصحية وللاتحاد الإفريقي، والنادي الأهلي بالتأكيد هيكون جاهز لهذه المباراة أيا كانت الظروف وأيا كانت العوام. نخلص من مباراة الذهاب نبدأ نتكلم إن شاء الله على مباراة العودة والتحضير اللوجستي اللي هتجهزه الإدارة إن شاء الله للفترة اللي جاية. طيب حكام المباراة الفترة السابقة الكل خلاص عرف بشكل رسمي من خلال الإيميلات اللي اتبعتت مين حكام مباراة الترجي والأهلي. هذكر الناس برضو بأسماء الأطقم التحكيمية اللي هيديروا هذه المباراة. المباراة على الورق بوجود تقنية الفيديو بروتوكول الفار. فيكتور جوميز حكم مساحة من جنوب إفريقيا، زاكيلي السويلة مساعد أول، سورو فاتسون مساعد تاني، هيلدر كارفيلو حكم رابع، الحكم الرابع بس هو اللي من أنجولا، وجاني سيكازوي حكم تقنية الفيديو من زامبيا. ده الطاقم التحكيمي اللي هيدير هذه المباراة. بالمناسبة نفس الطاقم ده هيسافر للمغرب في لقاء الإياب في الكونفدرالية أمام بيراميدز، بس هيكون جاني سيكازوي هو حكم الساحة وفيكتور جوميز هيكون هو حكم تقنية الفيديو. إن شاء الله بإذن الله نتمنى إن شاء الله يكون طاقم تحكيم يعمل مباراة كبيرة وتكون المباراة فيها عدالة تحكيمية على أعلى مستوى. أما حضور التقنية ده هيبان خلال الساعات الجاية، لأن الاتحاد الإفريقي حريص جدا 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 على وجود التقنية في كل المباريات، عشان كده نقل حتى مباريات في العواصم عشان التقنية تكون موجودة ويكون الفار حاضر في المباريات الإفريقية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، لكن بعد الفاصل. طيب اتكلمنا على الأطقم التحكيمية اللي هتدير هذه المباريات في الفترة القادمة، واتكلمنا عن قصة الفار، وأيضا شرحنا كواليس الحضور الجماهيري. نقرب أكتر بقى من تدريبات النادي الأهلي والاستعداد لمباراة الترجي، والفريق في هذه اللحظات خلاص على متن الطائرة اللي توجهت إلى تونس لمواجهة الترجي إن شاء الله يوم السبت القادم. قائمة الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، بيتسو موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي للنادي الأهلي اختار قائمة 25 لاعب استعدادا لمواجهة الترجي. محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، أحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وبدر بنون ورامي ربيعة وأيمن أشرف وسعد سمير ومحمود وحيد وعلي معلول، حمد فتحي وعمر السلية وآليو ديانج، أكرم توفيق، ناصر ماهر، محمد مجدي أفشا، جونيور أجاييه، طاهر محمد طاهر، محمود كهربا، حسين الشحات، وليد سليمان، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا. يمكن بيغيب عن القائمة محمد هاني بسبب ظروف الإصابة، مروان محسن وجهة نظر فنية، وبالتأكيد كريم نيدفيد ومحمد محمود ومحمود متولي لسه طبعا الجهازية البدنية الفترة الجاية، لأن هم بالتأكيد كانوا بيعانوا من إصابة خلال الفترة الأخيرة. قدامكم على الشاشة ده التدريب الصباحي اليوم قبل التوجه إلى المطار. الفريق بالأمس كان راحة سلبية، وبيتسو موسيماني عنده استراتيجية كده معينة في التحضير للمباريات الكبيرة. ممكن الناس تكون قلقانة من فكرة إن الأهلي كان واخد راحة فترة أطول. الكرة يا جماعة مش أكليشيهات ثابتة، لا، الكرة دايما فيها متغيرات والكرة فيها علم، وبيتسو موسيماني من المدربين اللي اطلع بشكل كبير جدا على الكرة الأوروبية وعنده خبرات في كيفية التحضير الذهني والنفسي والبدني لهذه المباريات الكبيرة. طيب النهاردة من الأخبار السعيدة بالنسبة لنا وبالنسبة لكل الأهلوية مشاركة محمد مجدي أفشة في التدريبات الجماعية منذ أصابته في مباراة نهضة بركان اللي كانت في الدوحة يوم 28 مايو الماضي. بالتأكيد بعد إصابته في الكاحل غاب لفترة أكتر من أسبوعين، وكان الكلام رايح في إطار 21 يوم، والناس قالت لا ده ممكن يغيب شهر ومش هيلحق ماتش الذهاب. أنا فاكر وقتها وهم لسه في الدوحة بعد المباراة على طول كلمت محمد مجدي أفشة عايز أطمن على موضوع الإصابة قبل حتى ما يعمل أشعة. قال لي يا محمد أيا كانت الإصابة أسبوع اتنين تلاتة هلحق ماتش الذهاب، يعني هلحق ماتش الذهاب بإذن الله إن شاء الله
قدر الامكان هكون جاهز لهذه المباراه. وفعلا بعد ما عمل الاشاعه والاصابه الناس قالت خلاص هيبقى 3 اسابيع وامكانيه لحاقه مش اكيده، برضو بكلمه قال لي هلحق الماتش ما تقلقش. وفعلا محمد مجدي قفشه من اللعيبه، هنا بقى بيبان معدن اللاعب، هي مش فكره اصابه وخلاص هغيب فبالتالي خلاص، لا ده انا كمان هجهز للفتره الجايه وباذن الله هلحق الماتش. وبالفعل النهارده كان اول يوم لمشاركه محمد مجدي قفشه في التدريبات الجماعيه، وهو موجود طبعا مع البعثه وعلى راس القايمه اللي سافرت لتونس لمواجهه الترجي. طيب قبل ما اتكلم واخش في تفاصيل استعدادات الاهلي، وزي ما انتم شايفين على الشاشه طبعا ده الحافله ومغادره الفريق من مقر النادي في الجزيره، هذهب وطير الى تونس قبل ما توصل البعثه، وارحب بالتاكيد على الهاتف مع الاعلامي التونسي عبد الباقي بن مسعود. استاذ عبد الباقي اهلا بحضرتك، مساء الخير عليك. اهلا بك استاذ محمد، اهلا بكل مراكبي قناه الاهلي، وتحيه الى كل الشعب المصري. تحية ليك وتحية لكل الأشقاء في تونس. وعايز أعرف طبعا فريق الترجي في هذه الفترة أو في هذه اللحظات حاليا في معسكر مغلق بعيدا تماما عن العاصمة، يمكن على الحدود في شمال تونس، عايز أعرف الترجي بيستعد إزاي؟ هل الصفوف مكتملة؟ إمكانية كمان حضور الجماهير ده مدى تأثيره على الفريق وعلى الإعلام التونسي، خاصة أن القرار النهاردة كان رسمي بحضور 5000 مشجع في مباراة الأهلي. هو الترجي دخل في تربص مغلق في منطقة بركة، وهي منطقة يتوهر فيها الجبل والغابة والبحر. واضح جدا أنه بالنسبة للإطار الفني هي اختيار مكان لدخول مرحلة التركيز النفسي، خاصة باعتبار أنه الأعداد كل ما هو أعداد بدني وفني استمر على امتداد أكثر من أسبوعين منذ نهاية البطولة، والترجي منكب على اعداد مباراه النهائي بكامل تشكيله باستثناء الحارس فاروق النصفة وبن رمضان والحارس الثاني بن شرقية الذين كانوا في تربص مع المنتخب، واستعاد الترجي للتونسي والان موجودين في مركز التربص الا فاروق النصفة بقي على ذمه المنتخب. التشكيل الترجي من حسن حظ معين الشعباني ان في المباراه هذه كل اللاعبين على ذمته، ومساله من سيلعب ومن سيبقى على دكه الاحتياط تبقى من مشغولات المدرب في اخر لحظه. الترجي الرياضي التونسي مستعد بصفه عاديه جدا لهذه المباراه باعتبار تعوده بالمشاركات الافريقيه، تعوده على اللعب مع الاهلي، وحينما نقول عاديه لا، هذا لا يعني انه الترجي ياخذ الامور بعدم جديه، لا عاديه معناها حتى لا تضع ضغط اكثر من اللزوم على اللاعبين فيفقدوا توجههم، باعتبار انه اللاعبين هذا ما اصبحت لهم من الخبره ما يجعلهم يدخلون كل المواجهات بنفس الاستعدادات سواء كان على المستوى البدني او على المستوى النفسي بصفه خاصه. وكما تعلم مباريات الاهلي والترجي هي المباريات التي من الغباء ان نتكهن بنتائجها سواء كانت المواجهه في تونس او في القاهره، كم من مواجهه في القاهره حصلت فيها نتائج غير متوقعه لفائده الزائر، وكم من مباراه في تونس حصل فيها نفس الشيء لفائده الاهلي، وبالتالي تبقى مباراه خاضعه لكل الاحتمالات، والترجي والترجيون يدركون هذا، وفليفز في اخر الامر من يكون اكثر استعداد واحسن استعداد من غيره. هذا بالنسبه لحضور الجماهير، تم اعداد بروتوكول خاص لحضور 5000 متفرج، وسيخضع هؤلاء الى تحاليل قبل الدخول الى الملعب، تحاليل سريعه ضد كورونا. دي الاجراءات يا استاذ عبد الباقي. يتم تنظيمهم حسب بروتوكول صحي بوبته اللجنه العلميه بوزاره الصحه. تمام، حضرتك دلوقتي بتقول لي شرط من الشروط، احنا طبعا في بدايه الحلقه كنا بنتكلم على شروط والاجراءات ما كانش لسه تم اعلانها. اعتقد ده شرط من الشروط حضرتك بتعلنها دلوقتي على الهواء، ده حصريا بالنسبه لنا وبالنسبه لكل المشاهدين، هيبقى احد الشروط والاجراءات هيتم عمل مسحه بي سي ار لل 5000 قبل المباراه 48 ساعه، صح كده؟ هذا صحيح، وسيشرف على عمليه الدخول ومراقبه التحاليل هذه فريق من اللجنه العلميه بوزاره الصحه مدعم بالفريق الامني المطلوب لتنظيم الدخول والخروج. طيب من ضمن الاجراءات، هل هيقعدوا في مكان واحد ولا هيتم وجودهم داخل الملعب في خلف الدرجه الثالثه في الدرجه الثانيه؟ يعني توزيعه الجمهور داخل ملعب رادس هتكون ازاي؟ التوزيع سيكون حسب الاخبار التي وردت علينا على درجتين،
هناك الدرجه الرسميه يعني في المنصه ما نسميه هنا بالمنصه الشرفيه، وهي التي توجد في وسط الميدان وفيها المدرج الرسمي للضيوف الرسميين. هناك ستكون اماكن خاصه بالجمهور متعودين يعني على بيع التذاكر هناك، ثم ستكون المدارج الخاصه بمنعرج احباء الترجي الليتونسي مع ضمان التباعد المطلوب وعدم وجود عدد يفوق او يوازي عدد المقاعد، يعني سيكون الحاضرون في المدارج يعني ثلث ما يمكن ان تحتويه المدارج. اكيد برضه من ضمن الاجراءات يتمكن الحضور من التباعد المطلوب. تمام، من ضمن الاجراءات اعتقد برضه مش هيكون في اي دخلات عشان ما يكونش في تلامس، وتطبيقا لفكره التباعد الاجتماعي. مدخلات؟ دخلات الجماهير اللي هي التيفو والدخلات اللي كان بيعملها الالتراس. لا الدخلات يعني يمكن ان تنظم بشكل يعني لا يؤثر على من الناحيه هذه، باعتبار أن الدخلات يمكن أن تكون برفع رايات، برفع شعارات، برفع أشياء من النوع هذه، وهذا لا يتطلب أن يكون الجميع مع بعضهم البعض. أكيد أنهم سيستنبطون تعريفة تلائم مسألة التباعد ومسألة البروتوكول الصحي وضمان أن تكون هناك دخلة. ولكن في كل الحالات أعتقد أن 5000 يعني في ملعب رادس هي يعني عدد قليل وقليل جدا حتى يكون هناك تأثير المعهود الذي تعودنا به من جمهور الترجي في رادس. ربما سيكون له تأثير معنوي على اللاعبين باعتبار انهم سيشعرون ان الجمهور بدأ يعود، ولكن ففي قل جماهيري تعودنا عليه سابقا في ملعب رادس 60,000 متفرج سيكون هناك اختلاف كبير وكبير جدا. اكيد أكيد. آخر حاجة بالتأكيد، هو خلاص خدتوا الموافقة الرسمية، لكن في انتظار اعتماد الاتحاد الإفريقي لهذا القرار، ده هيبان خلال الساعات اللي جاية. الاتحاد الإفريقي هي المسألة داخلية هذه، باعتبار أنه المؤتمر الوحيد على الوضع الصحي وتحديد يعني وتقييم الوضع الصحي في البلاد هي اللجنة العلمية المختصة. معناها الاتحاد الإفريقي مانع إذا ما كانت الجهات الرسمية أكدت له أن هناك إمكانية احتضان 5000 متفرج، يعني لا أعتقد أن الاتحاد الإفريقي سيتدخل بنعم أو لا في هذه المسألة. المهم أن تحمل المسؤولية سيكون لتونس، وإذا كان هناك ضرر سيلحق جماهير الترجي ليس غيرهم. بالنسبة للأهلي المصري الذي سيصل بعد بضع ساعات بالسلامة إن شاء الله إلى بلده تونس، يعني سيكون مؤمن على جميع المستويات من الناحية الصحية من الناحية الأمنية من أجل أن يدخل إلى بلاده سالما ويخرج منها سالما كالعادة وكما تعود. أستاذ عبد الباقي مسعود بن مسعود الإعلامي التونسي، أنا بشكرك شكرا جزيلا. بالتأكيد الأهلي هيكون في بلده الثاني تونس ومع الأشقاء في تونس، ونتمنى السلامة للجميع يا رب في هذه المباراة، هي في النهاية مباراة رياضية، ونتمنى بالتأكيد كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. شكرا جزيلا للإعلامي التونسي عبد الباقي بن مسعود على كل هذه التفاصيل، وادانا تفاصيل حصرية بخصوص الإجراءات المتعلقة بحضور الجماهير. هيكون في مسحة PCR قبل المباراة 48 ساعة كشرط لحضور هذه المباراة، إذا كانت نتيجة المسحة بالتأكيد هتكون سلبية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا المزيد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الأهلي. طبعا قبل ما ندخل في ترند الأهلي عايز أطمنكم كمان، وليد سليمان انتظم النهاردة في التدريبات الجماعية، لاعبي المنتخب الأولمبي النهاردة كان أول تدريب ليهم، فالحمد لله الصفوف مكتملة، وزي ما قلنا القائمة 25 لاعب هيكونوا تحت وجهة نظر ورؤية بيتسو موسيماني خلال تدريباته في تونس الأيام القادمة. طيب نبدأ ترند الأهلي بتويتة لمحمد هاني أحد أبرز اللاعبين، وللأسف غائب عن هذه المباراة بسبب الإصابة. كتب على حسابه الشخصي: وقت ما الفريق كان بيتحرك من ملعب التتش ومسافر لتونس كنت أتمنى التواجد مع الرجالة في تونس، دعواتكم يرجعوا منصورين يا رب، العشرة في الجزيرة إن شاء الله. بإذن الله يا هاني إن شاء الله تكون مباراة موفقة للفريق ويعمل نتيجة إيجابية تساعده على نتيجة لقاء الإياب بعدها بأسبوع بإذن الله إن شاء الله. هاني يمكن لقاء العودة مش مؤكد برضو إمكانية لحاقه، لأن الإصابة بالتأكيد يبدأ ينزل التدريبات الجماعية يوم 24 أو 25، فده قبل موعد مباراة الإياب بحوالي 24 ساعة، لكن ده هيبان خلال الفترة الجاية بعد لقاء الذهاب في رادس، ولكل حادث حديث. طيب نكمل مع بعض في ترند الأهلي ونروح للحساب الرسمي للكاف على تويتر، واللي ابتدى يشتغل على فكرة المقارنات وكمان على اللعيبة المميزة والأرقام المميزة اللي عند النادي الأهلي. النادي الأهلي
حامل اللقب يمتلك الهجوم الأقوى في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، 14 هدف وأربع شباك نظيفة، أربع مباريات شباك نظيفة كلين شيت لمحمد الشناوي. حامل اللقب هو بيمتلك الهجوم الأقوى هذا الموسم. أفشة أحرز هدفين وعمل أسيست في هدفين من ال 14 هدف، وبالتأكيد عامل موسم ولا أروع مع النادي الأهلي إفريقيا ومحليا. طيب نروح كمان نشوف باقي الجزئيات اللي معانا في ترند الأهلي. يلا كورة، الحساب الرسمي ليلا كورة اتكلم على قبل موقعة الأهلي والترجي، خد مقارنة ما بين محمد مجدي أفشة مع عبد الرؤوف بن غيث. طبعا الاثنين بنتكلم عن لعيبة صناع لعب في هذه المباراة الكبيرة. 17 تمرير حاسمة لأفشة مقابل 5 لعبد الرؤوف بن غيث لاعب الترجي. طيب نشوف عدد المباريات والمقارنة ما بين الاثنين ماشية ازاي. الاثنين لعبوا نفس عدد المباريات، 8 مباريات. دقايق اللعب بنتكلم فرق دقيقة، يعني أفشة لعب 610 دقيقة، عبد القادر عبد الرؤوف بن غيث لعب 609. الهدفين لأفشة وبن غيث أيضا. التمريرات الحاسمة، ودي نقطة مهمة جدا أكتر من الأهداف وأهم من الأهداف، 17 تمريرة حاسمة لمحمد مجدي أفشة، وده بيدل على أهمية دوره في التشكيلة وفي العناصر اللي بيبدأ بيها بيتسو موسيماني، مقابل 5 تمريرات حاسمة لعبد الرؤوف بن غيث. المراوغات، 7 مراوغات لأفشة مقابل 4 لعبد الرؤوف بن غيث. والأخطاء لصالحه، قدر أفشة بمهارته وبقدراته في وسط الملعب ياخد 12 خطأ لصالحه، ممكن تكون بقى ضربات حرة مباشرة أو غير مباشرة، لكن بيقدر ياخد أخطاء أمام مرمى المنافسين مقابل 9 لعبد الرؤوف بن غيث. هي المقارنة مميزة لأن الاثنين دول من أهم الاثنين اللي موجودين في كلا الفريقين، سواء للأهلي مع أفشة أو عبد الرؤوف بن غيث، ومعين الشعباني بيستفيد بيه بشكل كبير جدا، رغم أن في أطراف معاه أنيس البدري أو حتى حمدو ألهوني، لكن هذا اللاعب من العناصر الأساسية اللي بيعتمد عليها معين الشعباني في تشكيلته الرئيسية. طيب أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا الترند العالمي النهاردة هو أبرز حاجة عيد ميلاد محمد صلاح نجم مصر ونجم نادي ليفربول الإنجليزي. النهاردة بيتم عامه 29. كل سنة وانت طيب يا صلاح، خير سفير للكرة المصرية في الدوريات الأوروبية. مش هتكلم على الدوري الإنجليزي بس، لا، هو حتى كمان موجود في الدوري الإيطالي، في الدوري السويسري بداياته مع بازل السويسري، لكن لما راح الدوري الإيطالي كان بداية النجومية مع نادي روما الإيطالي. عمل إنجازات وعمل مواسم رائعة جدا خلال السنوات الأخيرة. انطلاقة صلاح حتى مع تشيلسي الإنجليزي ما كانتش الانطلاقة اللي الكل كان بيتوقعها، لكن ما كانتش المشكلة في صلاح، كانت المشكلة في البرتغالي جوزيه مورينيو اللي كان بيتولى قيادة تشيلسي وقتها. بعد ما انتقل للدوري الإيطالي وأكتر من نادي ولعب خلال الفترات الأخيرة، كانت بداية النجومية بقى في الدوري الإنجليزي مع نادي ليفربول. على مدار أكتر من 3 سنوات هداف الدوري الإنجليزي، وبقدر الإمكان بيحاول ينافس على جائزة الحذاء الذهبي، وعمل إنجازات مميزة جدا قصر بها أرقام قياسية لعديد اللاعبين اللي قعدوا سنوات في الدوري الإنجليزي، لكن صلاح في مدة قياسية ومدة صغيرة قدر يعمل إنجازات طيبة جدا. خير ممثل للكرة المصرية، وعمل نتائج وعمل أرقام من الصعب على أي حد الفترة القادمة أنه يقدر يجيب الأرقام دي الفترة القادمة. أيضا كمان مش حساب نادي ليفربول بس اللي كان بيهني محمد صلاح، لا، حساب فيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم على تويتر هنأ محمد صلاح وقال جملة مهمة جدا. قال: قلة من لاعبي كرة القدم يمكنهم القول أن لديهم لوحة جدارية تزين تايمز سكوير. طبعا ميدان تايمز بالتأكيد في إنجلترا، لكن قلة من هؤلاء اللاعبين اللي يقدروا يعملوا ده، محمد صلاح هو اللي قدر يعمل ده. وقالوا كمان يمكنهم القول أن لهم تأثيرا فلكيا على ناديهم وبلدهم كما هو الحال مع محمد صلاح. إذن كل الناس بتتكلم على محمد صلاح بشكل قوي جدا، وحساب فيه فالاتحاد الدولي بروز ده النهاردة في الاحتفال بعيد ميلاد محمد صلاح. طيب حساب دوري أبطال أوروبا أيضا على تويتر نشر صورة لمحمد صلاح برفقة كأس البطولة، ذو الأذنين، دوري أبطال أوروبا الشامبيونز ليج المعروف طبعا بذو الأذنين، بعد ما فاز بهذه البطولة. حساب دوري أبطال أوروبا علق على الصورة وقال: كل سنة وانت طيب يا فتى، ماذا يخبأ لك الموسم المقبل يا صلاح؟ تويتة كده مش سهلة برضه، تحس ان هم عايزين يقولوا ان الفترة القادمة ممكن محمد صلاح ينتقل لأحد الأندية الأوروبية. الكلام كان بيتقال على ريال مدريد، على برشلونة، كل الأمور دي ممكن نشوفها الفترة الجاية. لكن لو تسألوني أنا على وجهة نظري الشخصية، أتمنى محمد صلاح يكمل في الدوري الإنجليزي. الدوري الإنجليزي من أقوى وأعظم الدوريات في العالم، والنجومية كلها والألقاب والبطولات بتيجي في الدوري الإنجليزي. ممكن سنة ما تكونش موفق مع ليفربول بسبب إصابات، غيابات، ظروف معينة، لكن أنت موجود في نادي عظيم كلنا بالتأكيد بنعشقه، نادي ليفربول. حساب الدوري الإنجليزي
ايضا كمان على تويتر بيهني محمد صلاح بعيد ميلاده. حتى الدوري الانجليزي وحسابه الرسمي على تويتر البريمير ليج هابي بيرثدي مو صلاح. مو صلاح من اللعيبه اللي زي ما قلت لكم عامل مواسم مميزه جدا مع نادي ليفربول خلال الفتره الاخيره وظاهر بشكل قوي جدا. بنتكلم على حساب فيفا دوري ابطال اوروبا، بنتكلم كمان على حساب ليفربول، حتى حساب الاتحاد الافريقي الكاف كل كان بيهني مو صلاح على عيد ميلاده 29. نتمنى له يا رب التوفيق خلال الفتره اللي جايه ومزيدا من النجاحات والبطولات، انك صوره مميزه جدا لمصر وللكره المصريه. في ختام الحلقه بالتاكيد بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي غدا على خير وحلقه جديده من برنامج الترند، ونتابع اخر الاخبار للفريق في تونس ان شاء الله بعد الوصول اليوم. شكرا لحضراتكم والى اللقاء.